ازيكم رجعنا يا شباب كل خير، قاعد لكم فيديو جديد النهارده مع حلقه جديده من سلسله كون اسطوره في بيس 2021. طبعا يا شباب زي ما انتم عارفين ان احنا بدانا مشوارنا في الدوري المصري مع نادي غزل المحله، وقبل ما نبتدي حط لايك اشترك تشترك، عايزين نوصل الفيديو ده اكتر من 50 لايك. يلا يا رجاله نقدر كل واحد حط لايك ولا 50؟ ايه غزل خليها يا عم 70، انا عارف انتم قدها وباذن الله توصلوا الفيديو ده اكتر من 70 لايك. وزي ما شايفين احنا في المركز الاول بفارق نقطتين بس بيننا وبين نادي الاهلي، وده انجاز كبير جدا جدا، انطلاقه رهيبه جدا. وطبعا دي بياناتي من 4 مشاركات 5 اهداف واسيست، يعني حاجه عظمه جدا. خلينا نشوف جدولنا النهارده باذن الله. هنلعب اول مباراه امام وادي دجله في الدوري، بعد كده هنقابلهم تاني في الكاس، بعد كده عندنا مباراه ام بي، وممكن اخر مباراه امام الاسماعيلي لو في وقت. يلا بينا على طول امام وادي دجله، اول لقاء اكيد هنلعب بشكل لا مش مستعد. طالما مش مستعد للقاء هنلعب سكيب. اوبا خسرنا 3-0. اوكي نزلنا المركز الرابع، فرق نقطه بس بيننا وبين النادي الاهلي، لكن نزل. يلا عادي عادي باذن الله ننتقم من وادي دجله في الكاس، نحاول باذن الله ان احنا ننتقم. اوكي انا مستعد، انا مستعد، يلا بينا يا رجاله الفوز ونتاهل للدور اللي بعديه في الكاس. يلا بينا نبيل في اولى التحديات، نبيل في اولى التحديات، هل يقدر يرجع غزل المحله في الانتقام امام وادي دجله؟ لسه كسبانيننا في الدوري 3-0، دلوقتي احنا في الكاس الموضوع يختلف. هل يا ترى نبيل يقدر يقود غزل المحله للتفوق على نادي وادي دجله والتاهل للدور اللي بعديه في الكاس؟ كله هيبان. يلا بسم الله ضربه البدايه، يلا نبيل، نبيل نبيل ضغط يا ولد، بتقطع يا ابني، انت في ايه يا ابني؟ سبقه وخاف، ايه ده؟ في ايه يا عم؟ ايه الفرق، ايه الفرقه دي؟ جول جول، والله يستاهلوا جول. وادي دجله احسن مننا مليون مره. ودي بقى يا جدع يا جدع، ده انتوا ايه ده؟ تاني 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 تاني، حط يا نبيل، حط يا نبيل، افتح الدفاع ده يا نبيل، افتح الدفاع ده يا جدع، ده دفاع نزل قوي يا جدع. ايوه بقى، هو بقى، هو بقى، هو بقى نبيل المنقذ، المنقذ، المنقذ. واحد بص بص، الفرقه بتخاف والله، بص بص بيخافوا من الكوره. 1 2 جميل، وحطيتها على طول في ال 90. حلوه حلوه حلوه، يلا نبيل يلا نبيل يلا نبيل، اسيست يا نبيل، اسيست يا نبيل، لكن يلا 1 2 1 2 حلوه يا نبيل، حلوه يا ولد على السرو، حطوها بقى. يا نبيل عالمي والله، والله يا ابني عالمي. اسد يلا يلا يلا، حط بقى يا جدع يا جدع، حرام اخر 3 دقايق. لا 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 لا، حارسنا. الحمد لله تاني، اوكي الحمد لله فوزنا، الحمد لله قدرنا نحقق الثلاث نقط، ايه قدرنا ننتقم ونصعد للدور اللي بعديه. الحمد لله قدرنا، الحمد لله نتفوق على وادي دجله ونصعد للدور اللي بعديه عشان نقابل الاهلي. يا الله صعدنا بالعافيه وهنقابل نادي الاهلي، ربنا يستر في الكاس، ربنا يستر. عندنا مباراه ام بي باذن الله هنلعبها. يلا يا رجاله ندخل على طول ارضيه الملعب يا رب، مستعد للقاء، مستعد للقاء، يلا بينا. نص الملعب عندنا هو المشكله، نقطه ضعف كبيره جدا اكيد. يلا بينا يا شباب، غزل المحله امام ام بي على ملعب ضمن جمهورنا بسم الله. اوكي هل نستمر في الصراع على الصداره امام ام بي وامام النادي الاهلي وامام المتصدرين الاربعه والثلاثه؟ هل يستمر ابو نبيل في تقديم المزيد؟ سوف نكتشف هذا الليله. يلا يا محمد نبيل، ضربه البدايه باذن الله، الثلاث نقط. جميل الكلام، اول مره العب بالتيشيرت ده، حلوه حلوه. يلا يو يا نبيل، اول تنزيله اللقاء يا نبيل، جميله جميله. يلا 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 يا نبيل، خطيره تاني، خطيره تاني، خطيره تاني. العب هنا العب هنا، يلا نبيل بالهيد هيدر تاني، وبعدين وبعدين ركنيه نبيل، حطها بقى يا جدع بقى، مش راضيه تيجي، مش راضيه تيجي. حلوه يلا حلوه، ماشي الدفاع. كام ركنيه دي؟ رابع ركنيه تقريبا، رابع ركنيات اللقاء. يلا يا ابو نبيل العب تحت، العب تحت نبيل، تاني تاني تاني، ضغط ضغط. لا حذاري حذاري يا ولد، العب يا ايه، مش مهاجم مش عارف يلعب راسيه يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ انت ما كسبتش ولا راسيه عدله. يلا اسيست
اسيست اسيست اسيست اسيست بقى يلا بقى يا جدع، انت مهاجم ايه ده يا جدع؟ بدر موسى مهاجم مشل، مهاجم مشل يا ولد، هدف اول على طول باسيست من كعب خيالي 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 يا نبيل. شوف يا ابني الاسيست يا ابني والحلاوه، شوف يا ابني، عيد تاني يا ابني، عيد تاني الاسيست، الطرب وبوم، خد 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 وبوم، حطها الاسيست عالميه حلوه. قطع نبيل، نبيل قطع، حط يا نبيل اسيست وجول يا نبيل، هو قطعها نبيل وبيسجل على طول الهدف الثاني. شوف يا ابني، شوف هنا قطع الكوره، وهنا دخل، وهنا دخل وحطها في الشباك. يا ولدي يا ولدي يا ولدي، مش عارف هما من غيري كانوا عملوا ايه، يعني ماتش صعب، ماتش صعب، بفتح لهم اسيست وعلى طول بسجل هدف، يعني اعمل لكم ايه تاني؟ طيب اعمل لكم ايه تاني؟ عملت كل حاجه، ختمت كره القدم في 7 مباريات بس. خلي بالنا، هدف اول، لازم نلبس هدف، يعني دي حاجه اساسيه. حلوه، يلا اسيست تاني بالكعب، يا الله كانت هتمشي. حلوه حلوه يا ولد، مهاره بقى، عدي بين الثلاثه دول يا جدع. صفر يا حكم واعلن عن فوز غزل المحله، 3 نقاط غاليين جدا. ابو نبيل، ابو نبيل اعمل فيك ايه يا ابو نبيل؟ كل ماتش كده احلى من اللي قبليه، كل ماتش احلى من اللي قبليه، ويلعب التيشيرت بقى وخلاص. اكيد مان اوف ذا ماتش، ده حاجه اكيده. اوكي بقى انا في المركز الثاني، كويس كويس، فرق نقطه بس بيننا وبين النادي الاهلي، وبدانا يعني نبعد شويه عن الاتحاد. 7 مشاركات، 7 اهداف واسيستين، حاجه في منتهى العظمه. حتى في متوسط التصنيف 7 من 10، يعني انا جايب كله 7، يعني انتوا متخيلين كل الماتشات في المتوسط بتاعي 7. اوكي انا مش مستعد للقاء، رغم ان المباراه مهمه، نادي الاسماعيلي فريق تقيل وانا مش مستعد. هل يا ترى اعملها سكيب ولا نلعبها وتبقى اخر حلقه لي؟ فاحنا هنلعبها بقى وزي ما تيجي تيجي، نلعبها وزي ما تيجي تيجي، ممكن نخسر ممكن نكسب، زي ما تيجي تيجي نلعب مباراه الاسماعيلي. اوكي يا شباب، ندخل على طول ارضيه الملعب على استاد الاسماعيلي، الاسماعيلي امام غزل المحله في الايجيبشن بريمير ليج. يلا يا شباب، يلا يا نبيل، عايزك تنفجر النهارده كمان يا نبيل، تثبت ان انت كل ماتش عن ماتش افضل وافضل، رغم انك مش مستعد للقاء، مش مستعد، لكن هنحاول نأدي باذن الله باقوى حاجه عندي. العب جوه يا جدع، حلوه حلوه والله، حلوه والله، حلوه حلوه يا ولد. تاني 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 تاني، يلا من هنا. اوكي مش مستعد، مش مستعد، فاكيد كل الشوط بتاعي هيبقى ضعيف جدا. يلا يا حارس اسطوره، يا ابني يا ابني يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، انت كل رصياتك ما بتجيبهاش. يلا لسه 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 لسه, لسه. اها اها، اعمل لك ايه تاني؟ العب هنا يا دولة الاستلامة. احنا هنخسر، احنا هنخسر، انا عارف. يا جدع يا جدع، انا غلطان ان انا بصيت لك اساسا. ايه يا ابني، الله اكبر عليكم، الله، انا عارف، انا عارف ان الفرقه دي هتعص. هنعمل ايه قدام الاهلي؟ نعمل ايه قدام الاهلي والزمالك الحلقه الجايه؟ بص الباص، بص الباص بالله عليك، لعبها له عشان يديني ثرو، هيطلعني انا، انا اللي هطلع، انا اللي عارف، والله العظيم انا عارف، انا اللي هطلع، انا اللي عارف. يا رب يا رب يا رب يا رب على الفرقه المشله ومدرب الاشل. تستاهلوا تستاهلوا، انتوا فرقه اساسا زباله، وانا مش مستعد، وانا الوحيد اللي بجري فيكوا، وفي الاخر تطلعوني انا، انا اللي غلطان، تطلعوني انا. مش نزلنا مركز رابع، فرق 4 نقط بيننا وبين النادي الاهلي، خلاص الاهلي شرخ، طاقته زادت، بقت 74، 8 مشاركات، 7 اهداف واسيستين. انا استر بقى ايه على الانتاج، الحلقه الجايه هي والاهلي والزمالك، ممكن تبقى الحلقه اللي بعدها، هنشوف باذن الله. لكن الاهلي مباراه الصداره الحلقه الجايه باذن الله. فبس يا شباب، اتمنى تكونوا عجبكم واستمتعتوا بيه، زر لايك، اشترك، مشترك معكم محمد نبيل، فمن الله، اشوفكم على خير.